السلام عليكم الحباب الزول، وان شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. تحية كبيرة لكم وكل كيما راكم على مباشر في حصتنا. بصراحة راح نحاولوا في هذه الحصة الأخيرة من الحصص تاع المغاربية اليوم، بعد كل هذا المباشر ورا مباشر، ضيف ورا ضيف، نديروا شوية فتح الخطوط ونتكلموا مع بعضنا ونتناقشوا ربما جدالتكم، باش انتم تمدوا رأيكم ونقترحوا بعض المواضيع طبعا اللي ربما بالك تنتريسيكم، ولكن انا شخصيا انتريساتني وحبيت نحكي عليها. نزيدوا نرحب بكم، نذكركم ان رانا 9 جويليه 2024، اليوم خرجت مجلة الجيش، مجلة مهمة وكل الاعلام يتكلم عليها بما انها اصبحت الناطق الرسمي تاع يعني السلطة الجزائرية، ومهمة ونقرأ العناوين تاعها. لكن خلينا نبدأ بالأخبار السارة يا خوتي، واحدة واحدة. اليوم شفت في الأخبار يعني والله خبر مفرح، والله أنا افتخرت به والحمد لله وصلنا لهذا المستوى. نروح نشوفوها أخوي المخرج، تفضل. إنجاز جديد توقعه تركيا في الفضاء بإطلاق تركسات 6A، أول قمر صناعي محلي للاتصالات من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة، بواسطة صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. بعد رحلة تستغرق شهرا واحدا بعد إطلاقه، سيستقر تركسات 6A في مدار 42 درجة شرقا على بعد أكثر من 35,000 كيلومترا، لينضم إلى أسطول تركيا من الأقمار الصناعية البالغة 5 أقمار للاتصالات وثلاثة أخرى للمراقبة. ليرتفع عدد السكان الذين تصلهم تغطية الأقمار الصناعية التركية إلى 5 مليارات نسمة. 5 ملايير نسمة، يعني ساتيليت جديد تلقطه تركيا، تركسات، وصنع محلي 82% ولا 83، صنع هذا إنجاز، هذا كي تشوفه تفتخر وتهز راسك في السماء هك وتقول هذا إنجاز. ضرب صحيح يا خالدي، خمسة على بعد 35,000 كيلومتر، تخيل 5 أقمار صناعية. وكي نقولوا أقمار صناعية تما أنا نحكيو على التكنولوجيا، نحكيو على التطور تاع البلاد، يعكس يعني الصناعة، يعكس العديد من الأمور، الاتصال لأنه راح يكون يعني تاع اتصال وتاع كوليكت دو دوني دانفورماسيون، ويغطي العالم كامل ويقيس أكثر من 5 ملايين نسمة. يعني شيء عجيب يا خوتي، هذا إنجاز، هذا كي يعدي في نشرة الأخبار تفتخر به وتسكت، ما عندك ما تنتقد تما، الله غالب سما. ضرب صحيح، واليوم العديد من القنوات حطوا النقل المباشر تاعو من كاب كانافيرال في فلوريدا، وكان يعني شيء رائع جدا، رائع جدا. طبعا وراء هذا الانجاز يعني يخرج الرئيس تاعهم ويتكلم، سي تو تافي نورمال لانه يعتبر الناطق الرسمي تاع الشعب هذاك، وراح يتكلم عن الانجاز. نشوفوا الكلام ولا مقطع من الكلمه تاعو يا خويا المخرج، تفضل. أطلقنا للتو إلى الفضاء قمرنا الصناعي المحلي للاتصالات تركسات أي 6، شهدنا معا مصدر فخر آخر لبلادنا وأمتنا. لقد أنتجنا في تركيا بإمكانيات وطنية أكثر من 81% من الأنظمة الفرعية والبرمجيات والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية التي في مشروع أي 6 ذي الأهمية الكبيرة لمستقبل بلادنا في الفضاء. وعلى الرغم من كل العوائق والقيود المفروضة عليها، فإن بلادنا تزيد من حضورها في الفضاء. شفتوا يا خالتي، رئيس تاعهم تكلم، سي نورمال يحكي. وانا الشيء اللي حيرني لما شفت الخطاب تاعو، لاني تبعت القضيه، غضتني حاجه اخرى، ما كاروش دارها في هذه، غلط في هذه، غلط وفاه غلط. يعني انجاز كيما هذا ولم يذكر الجيش، اين الجيش؟ اين العسكري بحداه بكاسكيطه ولابس كومبا وجاي يصور؟ ما كانش حتى واحد قدامه قائد الجيش ولا قائد والساتيليت في حد ذاته، يعني او عم بالنا سور عنده يعني دي زوبجيكتيف ميليتير، اكيد انه عنده شويه بعض الوضع هذه باينه، ما مش طالع يحوس ليه عجل قناه تاع شطيح ولا قناه انفورماسيون، باينه تما درك، خاصه ان التكنولوجيا وكل الاسلحه راهي تسير بالساتيليت، ما بقاتش هذيك تاع اللي يحكم حديده في فمه يعوجها ويتكربص، هذيك تما هذيك فيلم هند. لكن تحس باللي ما كانوش لا بحداه لا والو،
حاجة تانية اللي حيرتني فيه، لماذا كيتكلم في الديسكور ما حكاش هذيك العقلية تاع ومكره في العديان والأعداء وعلى على المستوى مش سامع بالناس هذو مخلاه. صبري كان بعض المضايقات لأنه هذا العلم وهذا الفضاء يعني كعملكم هذا الدومين اللي ريستران خلاص يعني ماشي الناس كل تقدر يعطيوها، وهو يعني اقتحموا منذ 30 سنة على كل حال هما ينشطوا في هذا الميدان، لكن ما كانش ومكره في العديان والناس اللي تزايد علينا والناس اللي تهدر ديما ديك العقلية تاع مكره في العديان ما كانش. جا تكلم على الإنجاز تاعو مفخرة للبلاد، نعم كان مضايقات ونعم صعيبة علينا في الظرف الحالي باسكو يفو دي بلوكي ان بودجي وكذا باسكو نيغوسياسيون هضرة فيه كبيرة، لكن داروا هذا يعتبر إنجاز يا خالد. تحب ولا تكره هذا يعتبر انجاز، يعني حاجه ما ماشي راح يحكي لك على السكن ولا يحكي لك هذيك يديروها الناس كل ولا منحه ولا زياده في الاجور هذيك كل الرؤساء يديروها تسمى، لكن هو راح تكتب له طلع سانكيام ساتيليت راح يكوفري حاجه كبيره خلاص. طبعا احنا باش ما نغيروش اخواتي باش ما تقولوش طايح اليوم تركيا تركيا، حتى احنا عندنا انجازات دونك بو من إنسان يكون منصف ويقول كما يقول للمخطئ ولا للمسيء أسات واللي جابها نقول له جابها يا أخوي ماشي مشكل نشوفوا إنجاز تاعنا اليوم شفته ولا صرا البارح هو، ولكن معليش احنا تانا لازم نفتخروا بإنجازاتنا. تفضل خويا المخرج. ها ما خفت ها ودشنا تويو تاع ما ايه ديما ديما الله غالب تويو تاع ما اللي راح يكوفري منها ها تويو تاع ما راحوا لا صورت وحلوا هك صايده الاعلان هذه كاب كانافيرال تاعنا احنا تما رانا هنا تما صاي الله غالب ما نضحكوش احنا كل واحد من المستوى تاعو ما فيهاش عيب، لكن هل هذا كل يستحق حضور الشرطه والرسميين والترفيق؟ هذا بالعكس كروتار اي الناس دارت عليه وقفة وناس مشت في الطريق وحرقت وكلش. لا احنا بالنسبة لينا هذا انجاز، يعني قلت لكم قبيلة كي تشوف تركيا تما يعني هذه من الوظائف تاعك والشيء سبيسيال اللي درته وانت واللي يبقى لك هو ساتيليت ا 80% يعني من صنعك انت تسمى سي حاجة، هذا انجاز. بس هل هذا انجاز نترفقوا عليه ونجيبوا عليه لابوليس والمسؤولين ونقطعوه وكذا حتى الليل تمام يضحكوا دش نوتويو تاع ما هنا باش تعرف الفرق يعني بين هذا وهذا. ولو اني عيب علي نقارن تما ربما ما نقارنش هذوكم 30 سنه هم حابون يغزوا الفضاء احنا وصلوا قطره الماء للناس برك. على كل حال اسمحوا لي لكن كنت شويه قاسي، لكنك ساعات تغير على بلادك ماذا بيك بلادك هي اللي تشوفها كيما هكا، لكن معليش سي با غراف. دونك زيدوا نرحبوا بكم مرة أخرى، أخويا المخرج راح يتكرم ويتفضل ويفتح لنا المكالمات عبر الواتساب عبر الهاتف اللي حاب يشارك معنا. ألف مرحبا يا خالتي. نروحوا مع أخونا محمد من سعيدة. السلام عليكم سي محمد. أهلا وسهلا. سلام الأخ لطفي، مرحبا بك سي أولا محمد. نشكركم على هذه الحصة القيمة، نشكر فريق طاقم عمل قناة المغاربية. الله يسترك. مرحبا. الو وي محمد، شكرا ليك انت تفضل. وقيلا سمعت تغلقت غلقت يا محمد. هذا هو الانجاز، نسينا الانترنت ما حكيناش على الانجاز على الانترنت. الله غالب محمد لا كونيكسيون. نزيدو خونا صابر من واد سوف. السلام عليكم سي صابر، اهلا وسهلا. السلام عليكم، مرحبا خونا كيف صابر، الحال؟ مرحبا بيك. والله ما تعرف تضحك، ما عرفت ما تعرف تبكي، كان هم يبكي وهم يضحك وهم يقرا وتويو ما معاش، نقولوا كزجي نقولوا تويو ما معاه. صح والله العظيم
شت المستوى يعني وين وصلنا يعني. شوف نورمال حنايا دركا ما تبغيش تقريهم بزاف، هذو المسؤولين تاعنا برك. يو شوف برك لحداك، اطلع لفوق اخزر ورا البحر هكا، شوف الناس كيفاش راهي تهضر وكيفاش راهي تقيم المستويات نتاعها وعلى واش توزن انجازات. حنا الانجازات نتاعنا ولا تتوزن كيما هكا، يعني كيعود ما عندكش واش تقدم انجاز للشعب، تعود الحوايج التافهه هي الواجبات نتاعك اللي تقوم بها انت، تعود تقلبها هي انجازات. ابسط حاجه يعني دوك شويه كيما هكا دوك يعودوا مثلا يدوك نوصلوا واحد المستوى تاع يفضلهم كاع الانجازات، يعود كي يبرى مره يخرج واحد يقلب السبيطار يبرى يجوا يصوروا معاه ويقول لك كاين واحد برا في الجزائر، دوك تولي انجاز هذه من المستقبل ان شاء الله. صح. يعني سبحان الله تشوف رئيس تركيا كيفاش يحضر على انجاز حاسم يعني حقيقي، يعني كي نقولوا انجاز ولا انت عيب عليه، زوج حوايج انا نزيد عيب عليه، انا دوك ندير كل تاعنا حنايا يعني يدوروا على حاجه كطيحوا بها، نقول لك انا كيفاه الصاروخ طلع ودار الدخان هذاك، سبحان الله يعني علاه الدخان وكذا. ما عندوش سياده، ما نقولوا احنا اردوغان ما عندوش سياده لانه 80% نقول احنا هذا في على مستوى الانجاز هذا كان من البلاد المحلي، وعنده 19% برا، يعني هنا ما عندوش سياده نقول اه وهذا، وكان اعداء دخلوا معاه واسمه راه بايعها بالمستوى الفكري تاع المسؤولين تاعنا عندهم بالعقده باللي البراني ديما ما يشتيناش الخير. وانت قادر تفتح مؤسسات ولا تجيب مستثمرين من برا يستمروا يعطوك حتى نقولوا دفعه ب 30%، احنا رانا رطاب بزاف نحتاجوا تاع 50% دفعه من المستثمرين البرانيين الاجانب اللي يطوروا لنا من المؤسسات ويدخلوا لنا عقول يعني تكون مليحه في المستوى تاع مليح في لان الناس العالم درك راه في النانوميتر وراهو في مستويات عاليه في التكنولوجيا، احنا رانا رطاب بزاف، رانا مازال نهضروا على تويو ما تبرونشي ما بزبولونات، انا نركبه يجي هو يدير لك انجاز ويجيب لك السلطات ويزيد لي الوسخه الكبيره انه يجيب المؤسسه العسكريه ديما متدخله في الامور هذه، راني منها ومانيش حشمان بها، بصح لا عندنا المهام سبيسيال ما كانش الحوايج هذه كل ما ندخلوش فيها احنا. شكرا يعني سبحان لك الله. شكرا لك على الملاحظه تاعك يا خويا صابر، سي ليجيتيم، ربي يسترك. وخونا اسكندر من عنابه، اهلا وسهلا خويا اسكندر. الو مرحبا بك، السلام عليكم سي اسكندر. السلام عليكم، اهلا وسهلا، تفضل. لاباس اسكندر؟ باش نسمع فيك مليح، صوت ناقص شوي. معليش حنا نسمعوا فيك اسكندر، تفضل. هاي روح ديماري. ما ماني نسمع مليح. احنا نسمعوا فيك اسكندر، احنا نسمعوا فيك، الله غير بلا الانترنت كيما ولينا بالبراي ما سمعناش اسكندر، الله غير. احنا والله كنا نسمعوا فيك اسكندر، خساره يعني، ربما لا كونيكسيون اليوم اي سافا با، الدعوه سافا با ما نعرفوا علاه. نروحوا الامير من مستغانم، السلام عليكم اخونا امير. امير السلام عليكم، كيف كيف يا سي امير؟ اذا راك معنا رانا نسمعوا فيك، كيف كيف. محمد خويا السلام عليكم، اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. سلام سي محمد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا خويا انت لك كان ما فرغتش قلبي معاك تطلع لي السكر، درك انا عدت لي هذو طلعت لي السكر. شوف حنايا احنا الدوله تاع الجزائر رداء، تعرف سيكوا الرداء؟ كامل رداء، غوغغد الاحزاب رداء، تعرف ما كاين والو، ما داروا والو، ما داروا لي اربع باطيمات في وهران، وداروا لي مازال في البنيه نتاع قسنطينه، انا من قسنطينه، مازالوا البنيه نتاع فرنسا، جامي بدلوا قسنطينه، داكور، داروا غير لي بو نابورت كومون، فهمت؟ شوف الدولة تاعنا لازم تتعلم شوية، نعطيو لها حنايا لوديكاسيون، لازم لها الإطارات، عندنا الإطارات في الخارج، عندنا الرجالة، عندنا الناس خدامة،
وهما ما زالوا في المعرفة. كيف تقول اللي يديروا إنجاز وانت تشوف الشعب الجزائري يهرب؟ فهمت؟ وغير القاريين والفاهمين اللي يهربوا داكور صغار منها كاينين شوية هادوك اللي خاطر. فهمت؟ شوف الدولة تاعنا ما حبش تخدم الجزائر، ما زالت قاعدين شوف احنا عايشين في فرنسا وما نحوسوش على فرنسا واش هي النتيجه تاعها. هما يسكبدوا فرنسا تقول عليها فرنسا توكل فينا. فهمت؟ هي الجزائر اللي توكل في فرنسا داكور، باسكو يعرفوا يديروا لنا الدراهم ويعرفوا كيفاش يحطوا لنا حنايا هذوك المصريين اللي ما يعرفوا يديروا والو في الجزائر. حاطين احزاب فارغ راسه نقعد معاه نعلموا زين ماشي الدنيا وكيفاش يمشي العالم. فهمت؟ فارغين، حاطين الناس فارغين باسكو الشعب مازال فارغ. الشعب مازال يأمنهم، قليل ما كذبوا علينا ونمنوهم، قليل ما كذبوا علينا ونمنوهم. شوف انا يا مانيش كونتر تبون، نقول لك مي تبون ما يقدرش وحده، ما يقدرش، لازم له لي كونكيرو، لازم له احزاب صحاح، ماشي الاحزاب هذوك اللي نشوفوا فيهم. واش حابين تزيدوا تكملوا علينا حنايا ودرتونا وتزيدوا تودروا ولادنا وتحكموا الجزائر حياتكم كلها هكا بالسرقه والكذب والخدع تمسخروا بينا؟ لازم تتبدل لا بوليتيك في الجزائر، لازم الشعب، نقول لك حاجه، الشعب ما يبقاش هكا، لازم يديفلوب شويه في راسه باسكو الشعب مازال يمن ما تمنش حتى تشوف الجزائر ورده. السلام عليكم، ربي يعاونك لطفي. وعليكم السلام، شكرا لك خونا محمد، هضر كلمه ملاحه يعني، قال لك مشني كونتر تبون بصح لازمت له منافسه، لازمت له تدافع كما يقول ربي، هذا وهذا وهذه بوسي هذا باش تافونسي. فكره، شكرا لك سي محمد من الجزائر، مليح. السلام عليكم، اهلا وسهلا يا سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ما شاء الله كل يوم معنا محمد. عرفت العقليه تاع المغاربيه عندها واحد العقليه تاع اتاك ماما ارمي، اتاك ماما ارمي. انا تتقلقوا كي تشوفوا تبون ماشي مدريها تتقلقوا؟ لا أنا بالعكس، وعليه تقلقوا سي محمد؟ شوف انا راني نشوف فيكم تتقلقوا كي تشوفوا تبون قاعد ماشي مدريها. انا العقليه تاع المغاربيه شيطانه الجيش الجزائري المغاربيه اتاك ماما ارمي. أبدا هذه الوظيفة، هذه العقلية تاع السفير الفرنسي، ولا غير العقلية عندكم عقلية تاع السفير الفرنسي. تتقلقوا كي تشوفوا سعيد شنقريها قاعد مع لا لا لا، أنا تقلقت كي شفت أردوغان ما مش معاه شنقريها تاعو، أنا هذا وتقلقت. الجيش الانكشاري إيه علاه ما جاش معاه يوقف في التيلي يصور هو تم؟ أنت ما تشوفوش، أنت ما يبانكش، انت ما تشوفوش، ما يبانش الجيش الانكشاري، ما يبانش، هو قاعد معاه تما. شفت ما خدمته ما يبانش، وعلاه تي انا يبان. المغاربيه عطاك ماما ارمي. صح فهمتك. لازم امانو، لازم نعطيكو امانو تم. احنا سي محمد ما عندناش مشكل بين تبون وشنقريحه، ربي ان شاء الله يطول في اعمارهم وكلش، احنا نحكيو على الوظيفه والمهام، هادما ما يدخلش في صلاحيات بعضهم، سي نوتر كونسيبت. ام الاشخاص ان شاء الله يبقاو خوا واحباب، وان شاء الله يلاقيهم ربي في الجنه كما لقاهم في الدنيا. سي احمد من المسيله، اهلا سي احمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد طراوي يحيي قناه المغاربيه، كيف حال اخي لطفي؟ ان شاء الله تكون بخير سي احمد، مرحبا بك. والله يا أخي لطفي، أنا في الحقيقة لما ما كنتش ناوي نتكلم في المغاربية، لكنني لما رأيتك يا أخي لطفي في بداية الحصة وأردوغان وبعث الصاتل والإنجازات، يعني قلت والله نطرح أسئلة في المغاربية على أخي لطفي وعلى جمهور المغاربية، وأتمنى أن يجيبوني على أسئلتي. لماذا أردوغان وصل إلى ما وصل إليه والجزائر والدول العربية عاجزة عن صناعة علبة كبريت يا أخي لطفي؟ سؤالي في المغاربية لأخواني المستمعين والأعزاء في قناة المغاربية، عندنا علماء أم لا؟ هل نحن قادرون على صناعة التكنولوجيا طائرات ومدافع وساتليت؟ يعني يا أخي لطفي أنا نكون واضح وعندي جرعة وشجاعة أدبية وأسأل، هل لدينا علماء أم لا؟ ما هي الأسباب التي تركتنا لم نقل بصناعة التكنولوجيا والساتر مثل ما صنع أردوغان؟ إذا كان عندنا علماء يا أخي لطفي، أين هو المشكل؟ هل المشكلة في الحكام أم في النظام أم في الشعب؟ يعني
أريد أن أسأل، يعني اليابان أخذ استقلاله قبل الدولة بعد الدولة المصرية، وشوف وراها اليابان. ألمانيا الغربية يا أخي لطفي تحطمت في الحرب العالمية الثانية ولم يبقى إلا التراب، وانظر إلى ألمانيا الغربية أين هي اليوم، أو ألمانيا بجزئيها الكبيرين. يعني يا أخي لطفي قبل أن أقسم كلمتي، عندنا علماء ما عندناش؟ احنا عجزنا عن صناعة، لماذا عجزنا عن صناعة ساتر مثل ما فعل أردوغان؟ يعني ربما أنا أقول، يعني هذا ربما مجرد خاطر ينتابني يا أخي لطفي، قل ربما رانا خايفين من الغرب، أو ضغط علينا الولايات المتحدة وروسيا على أن نقوم بصناعة تكنولوجية قوية. أحمد تطراوي يحيي أخيه لطفي. شكرا لك سي احمد، سؤال في محله، سؤال تحصه وفيها ضيوف، هذا عن جمال اخويا، هذا سؤال صعيب عليا. سي سعيد من الجزائر، اهلا عمي سعيد. قطعت سي سعيد. سي عادل من سكيكدا، السلام عليكم عادل. عادل من سكيكدا ان شاء الله يكون بخير. هادي تاع لا كونيكسيون، هادي مجمعت لا كونيكسيون. عاد الخويا للاسف برامو ما فاتتش. نعم يا خوتي شفنا الصوت. خونا احمد فطراوي يتكلم يعني على التكنولوجيا وين واصله. عز الدين من فرنسا، مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. الجوك الاول الزول. الزول ان شاء الله تكون بخير سي عز الدين، مرحبا. الله يسلمك. صافا خويا لطفي؟ لاباس الحمد لله، شكرا لك اتصلت. تفضل سي عز الدين. بون نهضروا على الانديبوندونس، نهضروا على مسيو احمد الصدراوي هذا اللي راه يتفلسف علينا. لا نقول له نعطي له، اسمح لي نهضر على نرد لا ريبونس لهذا احمد الصدراوي هذا تاع المسيله. معليش. نعم سي عز الدين تفضل نسمعوا فيك. احنا العلماء تاعنا يسوى نهجروهم، يسوى الحبس نديرهم في الحبس، يسوى نقتلوهم، سيتو سي سام. هاوليك احنا عندنا علماء، ماشي الامريكان اللي ما خلاوناش نخدمو، ولا الروس اللي ما خلاوناش نخدمو، ولا احنا اللي راهم يسيروا البلاد اللي ما خلاوناش نخدمو، اللي ما خلاوهمش يخدمو، سيتو ستيليا. هذا ما كان بون بور لا بور لانديبوندونس. انا نقول حاجه حديث و ولا الشعب تاع الجزائر ما على بالش جاب الاستقلال تاعها، باسكو بور لوي مازال ما استقل. 90% تاع الجزائريين عند رام اسيوري 100% على بالهم بلي ما راناش مستقلين، سيتو. هذا ما كان. وبغيت نقول حاجه خويا لطفي، علاش ما هضرتش على الطفل هذاك اللي كنت هنا في فرنسا القبيله؟ ربي يرحمه. وي جي فيو لا فيديو. وي علاش ما هضرتوش عليه؟ ما عم باليش كان الاخوه في الحصص الاخرين تكلموا عليه ولا لا سي عز الدين؟ ما يهضر لنا عليه انت سي عز الدين، واش صرات الحكايه يعني؟ هذاك تنكابيل سي تنكابيل سي نورمال. جو سي شفت العائله تاعو يبكي، وما ما عملناش الحكايه. واش سي عز الدين تقدر تقول لنا؟ هضرتوا على هذاك واش وائل هذاك اللي قتلوا ولا سموه دينير فوا، درتوا عليه بروبونغاندا، هضرتوا بيتو علاش ما تهضروش عليه؟ ما هو الا تهضروا عليه، ما هو جزائري ولا لا؟ سيفري الحيتيات ما تبعتهاش مليح، شفت لا فامي تاعو داروا دي فيديو مساكن الله يرحمه ويوسع عليه. ونزيد اسمح لي نبعث له ميساج الفرحات هذا اللي قال لك ندير بلاد وحدي والقبائل ومنا، نقول له ويا بان ام قتلوا القبائل، ام قتلوا واحد القبائلي في فرنسا، نشوفوا واش راح دير، وري لنا الحنه تاع يديك، نشوفوا واش راح دير. انا بور موا هذا الميساج نبعثو لفرحات، عرفتيني غير فرحات، عرفتي فرحات كنت تقار نخدم سامورت وعندنا لاكابيلي، كيبا ماذا بك؟ تروح انا ولي ديفوندي فوق شيشا كينغان، اقبيليه كينغان دي فرنسا، انا ولاش تخدم سي تو. شكرا تنمرت سي عز الدين، شكرا كي ذكرتنا. ما نعرف اسكو ادي لافير تاع اللي كان في الجاردان تاع واحد المراه، يعني ساق عم بالك ساعات لي زانفورماسيون كي تكثر هذوم لي في ديفيرس فري كو لازم نحكيو عليهم. شكرا لك بارك الله فيك. سي ام محمد، عفوا ام محمد، مرحبا بك يا العزيزه ام محمد من الحراش. الو مرحبا بك مدام، اهلا وسهلا. الو الو نسمعوا فيك تري بيان مدام، تفضلي. الو
محمد الحراش. مرحبا مرحبا مدام، تفضلي نسمعك. مرحبا بك وليدي لطفي، واش راك لاباس بخير؟ الله يسترك، اهلا وسهلا. وليدي حبيت نسقسيك، انا حبيت نسقسيك على لاكراس هذه، ما فهمناش كيفاش مدها، ما على بالناش كاع كيفاش مدها لاكراس هذه، فهمتني وليدي؟ في المحكمة، في المحكمة كي نروح عند البروكيرور نشكولو يعيط علينا وما يقيمناش، هضرة زوج يقول لك خلاص روح، ما على بالناش. شكرا ام محمد، شكرا. يعني هذه قضية لاكراسا، والله واحد ما فهمها ام محمد، واحد ما فهم، يعني العدد كبير لكن ما فهم، والله ما فهمنا، واحد ما فهم. جاك هضروها في التيلي ومن بعد اسكو كاين ولا ما كانش، ما شفتش، ما فنشوف ساعات يعني ناس يروحوا بحد السجن ويصوروا ولادهم خارجين، المرة دي ما شفتش. خونا الياس من الجزائر، السلام عليكم سي الياس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحيي أخي لطفي. مرحبا. ونحيي قناة الأحرار وجميع الأحرار في الداخل والخارج. وبسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي رد على سؤال تاع الأخ تاع أحمد مسيلة. وسؤال في محله. أنا نقول لك باش حنا يرانا في نزول. لماذا الدولة الأندلس كيف سقطت الأندلس؟ لازم واحد يسمع عن كيف سقطت الأندلس بعد ما كان الإسلام متحكم في العالم، مزدهر في العالم ثقافيا سياسيا صناعيا في كل مجالات. تقهقرت الدولة في الأندلس لأن السلاطين ولاوا للغناء والرقص والمجون. شو احنا غير نخرجوا المسلمين يخرجوا على دينهم، ما يشدوش في دينهم، نروحوا تقهقر يتحكموا فينا كاع العالم. خطر شر ربي سبحانه وتعالى عز وجل وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك تاكلكم الامم، تولي الامم كاع تدور عليكم كي تخرجوا من الدين ديالكم. احنا كيف عزينا ربي، كيف عز الاسلام بالمسلم، المسلم تعز بالاسلام، الإسلام هو اللي يعز البني آدم المسلم. احنا نتعزوا بالإسلام، بالشريعة، بالإيمان، بالحق، بالطريق المستقيم، بقول الحق، ماشي بالشطيح والرديح. يا أخي رانا في الشطيح والرديح، كيف تحبنا نكونوا في مصاف الدول العالمية؟ ما نلحقوش، لازم نشدوا في ديننا. احنا كيكون عندنا احنا كيما بنقرينا وكيما داوي وكيما قندوز، كيف تحبنا احنا نكونوا مصاف الدول؟ كي انا هكذا نفس الاكسجين كاع. الحمد لله يا ربي يا ربي، رانا عايشين بقدرة الاله. انا اقول لكم يا شعب الجزائري المسلم، يا شعب الجزائري المسلم، احكموا بالاخلاق تاع الاسلام، ادينوا معاملة، اتعاملوا مليح حتى يرى السلطة، ما نهضروش على السلطة، نترباو نقدروا بعضانا. اللي جا ما يريحوش في وسط الشارع امام بيوت الناس، عطى الطريقة حقها. اي زاد ثاني جات واحد، واني نشوف واحد في العاصمة ولات يا اخي اخلاقيا، راحت الاخلاق يا اخي، ولات بنت تركب في موطو مع انسان. اتقوا الله، لازم نحاربوا هاد الدخلاء، لازم الشعب الجزائري يشوف هذا المنكر، لازم يغيروا هول المنكر. نقيوا ونطفوا الجزائر، نطفوها بكرامة. يا أخي احنا مسلمين يا أخي، باش على بالنا السلطة راهي ما يستخدم خدمتها، نعرفوا نزيدوا تاني الشعب تاني، نروحوا تاني في طريقها. يا أخي اخدموا خطرش يا أخي، أكح تخدم نفسك يا أخي. الله يهدينا وما نطولش عليك، وسمحوا لنا وسمحوا لنا وبارك أمين. الله فيك. سماح، شكرا ليك سي الياس. خويا المخر، نروحوا لآخر مكالمة قبل ما نديروا موضوع آخر. سي أحمد من الجزائر، السلام عليكم يا سي أحمد، أهلا وسهلا. سي ألو أحمد، سلام. ألو، أهلا وسهلا أخونا أحمد، مرحبا بك.
واش راك في رباط؟ لاباس احمد، ان شاء الله تكون بخير. تفضل، راك على المباشر. تفضل تفضل احمد. يا لطفي، حبيت نانترفوني بارابور الجون هذاك اللي قتلوه اون فرونس. وي اسمعني، انا نعتبر سي كان جابريسي تري بيان، سوف كو الخطره هذه يا لطفي ما قصدهاش ملاح. سامي تونري ما تبعتش ليفينمون هذا. هذا اللي بينه. قالوا نعم، كمل كمل اسي احمد كمل. تقدر تحكي لنا عليه انت احمد؟ يعني يفو فير ان بيتي تيفور باسكو سي امبورطون، سورتو شفنا لي فيديو. انا شفت لي فيديو تاع يماه فريمون، انا مالك اول جيتي ايمي اون بليس تاع جون دابري واش عمي حكينا على فرونكيل سيريو كاين عفسه على بالك انا دابري واش جيماجين عندك اونيتي، جيماجين عندك اونيتي ابري حيثيات كيما راك تقول انت كومون سكيلايتي اساسين، انا بالي جيماجين تكون عندك اونيتي ابارامون كي سي حاجه راسيزم سلون سونس هذا. دونك انت يا ولا هضرت عليه الحيثيات تحوس كوم دابيتود، انت تحوس بورتو سي كلكان اللي يحوس وتديفلوب بي تو في ديز انتروديكسيون تعرف كيفاش تديبها اكس ايغريك عن اكسترا. سوف كو هنايا ما فهمتش كومونس كما تو نيجليجي كامل لو سوجي، ما هضرتش، ما جاتني بيزار شويه بيان كو سو اون بيرسون كو جابريسي تري بيان تو، مي هنايا ما قصدهاش يا لطفي. مليح، بارك الله فيك اخويا احمد، بارك الله فيك، ربي يسترك ربي يسترك احمد. احنا في بصراحه احمد، وهذه بصراحه لا باز، يعني هي حصه للناس هما اللي مش هفرغ قلبك، نعرف كان فهمتنا ولا لا، هذه لا باز كونسيبت تاعها سي الناس اللي تتكلم، وحنا ساعه ساعه نسرقك ندير موضوع ولا زوز، مي نورمالمون لا باز بصراحه تخلي الناس هي اللي تتكلم، باسكو في الليل وفي الليل مش حد تدوخ الناس على بهذه المواضيع، ولكن موضوع مهم، شكرا لك. موضوع اخر يحكينا عليه هاد السمان وقاعد نتبعوا فيه هو لافير تاع عدل يا خوتي، لافير هذيك اللي مهبلت الناس يومين، لكن تخرج النشره ويخرجوا في الاخبار ويقولوا لنا هذا الخبر. تفضل خويا المخرج. إلى قطاع السكن، وحسب آخر بيان لوكالة عادل، بلغ عدد المسجلين في برنامج عادل 3722,999 مكتتبا عبر كامل التراب الوطني حتى مساء أمس، والذي يعد اليوم الرابع من فتح منصة التسجيل. هذا وتعلم وزارة السكن والعمران والمدينة جميع المواطنين أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في برنامج عادل 3 اليوم الثلاثاء في الفترة الزمنية من 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، وتستمر العملية حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل. حسب القناة يا خطي الوطنية باللي عاد الذي ماشي نورمال والناس سجلت، انتم مكبرينها وما كانش هذا إنجاز طبعا تكنولوجي كبير، لكن حسب القناة الوطنية توفى بيها، يعني على وعدد الناس يعني راهو هائل. طبعا كيما نقول لك، انا ديما نقول لكم انا نتمنى نتبعوا في لي ريزو كيفكم، ما عنباليش مانيشني في الجزائر باش نتبعوا واش صار قد. ففي نفس الصفحه روحوا تقدروا تروحوا هذه تلقاها في الصفحه تاع لو ان تي في، روحوا لهذا الفيديو بعد وخشوا اقراوا يا خوتي، هذوك يحطهم خويا المخرج، خشوا اقراوا التعليقات حتلقاو هاو التعليق الاول، نبداو تاع لا دروات، يا كذابين 4 ايام ما كان والو، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، دارنا راهي في التراب ومقابله عند الله ان شاء الله. الثاني الياس كتب لهم خرطي، الثالث والخدامه تاع السيت على شحال يقفلوا ويروحوا خاطر كان السيت يقفل ويحل، الرابع هذا سالم تواصل عملية التعذيب على أساس أنه يعني شي تقول فيه غلط، الراعي روحوا على الجوش، هذا عقاب ماشي تسجيل، البواسير خرجوا لي نحوس على الطبيب ماشي على السيد. قال لك مولود عبد اللي وش قالهم، نعم شكرا أنا سجلت ونجحت بصح في المنام. هذا كيف كيف هذيك بير ربي يتولاكم كيف كيف من الجمعة ولا واحد كبس بدون جدوى، هذا قال لك جمعة كاملة موح
هادم مجموعة تاع تعليقات، نزيد نشوفوا تعليقات واحدة أخرى، روحوا للصفحة خوتي وقراوهم بالعقل. ها الأول خلا على غوش، على دروات، أدي كذبة تاعك وروحي. ما سجلنا ما والو، حاب نعيش في نشرة الثامنة عام بركة، بالك تتبدل الواحد حياته، هذا وحيد. بعدك عزيز عبد الله واش قال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تحت خلا واش كتب؟ الكذب كثر من الصح. زيد جهة الأخرى لي ريبونس، الكذب ثم الكذب، بعدها يأتي النفاق ويلعنهم. نبيل كيف كيف؟ يتكتل على دولة حياته كاملة ولا هو مسكين غير الكذب. هاي مانيش عارف الاخر ما شكون اللي راهو يمارك يتمسخروا بين الجزائر حاليا كذا وكذا وكذا. دونك ناس حايرة يا خوت، كل التعليقات ما لقيتش واحد قال لهم شكرا. زيد اخويا زيد، زيدني سيري واحد اخرى زيد، ما لقيتش واحد قال واحد. ادخلوا يا خوتي والله شوف تواصل تتواصل التسجيلات، قال لك هذا مختار صحافة ويكذبوا، السيت مبلوكي، حبستوا تكذبوا على الشعب، كيف كيف؟ ما راكمش قادرين على رقمنا، علاش تروخوا في تكذبوا على الشعب؟ تزوخوا تكذبوا على الشعب. سفيان كثيره هذا خطير بابيتو، احشموا بركه بلا ما الكذب، راكم كبار، راني من الجمعه وانا نسجل والسيت راقد. ايماجيني من الجمعه هو يسجل اليوم. انصاف واشباه دول هي من تجد فيها التخلف التكنولوجي. كل 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 يا خوتي التعليقات عجب، ماشي عن بالي حتى كنت درك تدخل للقناه المغاربيه دوك تلقى ناس يشكروا وناس يسبوا، هذا سي نورمال. بصح هذا خاطي كل ما كانش واحد قال لهم يرحم والديكم ويعطيكم الصحه، كل كيعود ناس هذه سي نورمال، واحد يطيح واحد كذا واحد ساس كومبرون، يا توجور الناس اللي حبوك وناس اللي يكرهوك وناس اللي ينتقدوك وناس، لكن هذا كل راكم تكذبوا. شكون هذو الناس اللي سجلوا؟ والفيديوهات ما زالت تدور في انترنت كما هذا الفيديو. تفضل خويا المخرج نشوفه مع بعضنا. واش يا اخو؟ شوف قول لك واحد عارف يا اخو، رجعت وانا ندخلوا تليفونات معنا لتوالت، نوكل عليكم ربي. شوف نتوما سيرفيس تاع لا ديريكسيون تاع سعيد حمدين من لاجو حتى الموديل، ربي هدرتوا بينا، رجعتونا كلاب، ما قيمتوناش ميم با، داير لي تليفون وتقول لهم بلي تاع تعبص منا يدخل، يقول لها حديقه ساحره عن برد، يقول لها نلعبوا لهنايا. وهذوك صحاب اللي فتحوا ثلاث سوايع قبل السيت، قبل ما يتنفتح السيت ثلاث سوايع بيناتهم صحاب شكاره باش يسجلوا. واش بيكم 58 ولايه عندنا صحابنا ينعيطوا ويقولنا ما كاش اللي يسجل يا وراه اللي يسجل. 500,000 هذوما شكون؟ جنون هذوما، فهمونا هذوما جنون، دوكا فهمونا، قولوا لنا واش راكم حابين منا يا الناس، مرضت الناس بات برا، الناس عندها السكر، وشنو هذا يا اخو؟ واش الناس ولات تدخل مع التليفونات لطوالات يا لحقونا هكذا 2024 الجزائر الجديده هذه هي الرشوه والمعرفه ولات في التسجيل، عباك ما على بالناش. شوف لاجون من لاجون للموديل لا ديريكسيون تاع سعيد حمدي لازم كاع يتنحى. السلام عليكم خويا خالد، نقول لك واحد الحاجه، حسبينا الله ونعم الوكيل فيكم، 48 مليون جزائري فيهم 31 مليون زوالي، كاع كانوا يسناو في لا ديال هادي اللي فرحوا بها وكذا. 2000 ما صراش هكذا، 2001 2002 علاش ما صراش هكذا؟ علاش الناس كانت تروح تديه نورمال وكذا؟ وكي ولا دوكا في 2024 علم التكنولوجيا واحد فينا ما سجل وجزائري ما سجل. نقول لك الحاجه شفتوا يا خوتي، والسعادة أنا نحير في هاد لي جون والكوراج اللي عندهم. كعبالك في الجزائر دوك شكون درك يهتم باش يمد رأيه على فشل كيما هذا؟ فو دي كوراج والله يعطيهم الصحة يا خوتي، والله يعطيهم الصحة. فو فريمون إنسان يكون يعني مالغري عم بنا كلمة حق وما سبوا وما طيحوا وما عايبوا لا والو، لكن مدوا رأيهم في هاد المهزلة. أنتم تهدروا كلام والواقع ماشي كلام آخر. الدركة ما خرج حتى واحد من عدل باش يفهم الناس ولا يطلب الاعتذار. ويقول لك الارقام والناس راهي تسجل والناس تزيد في لابانيك. يا ولدي كماني ما سجلتش، اسكو سجلت وقبلوا لي ولا اسكو راح؟ ما عملهمش. وهاك شفت التعليقات والى يوم هذا الناس مازالت تحكي. خلينا بالك غدوه كما قال خويا انت تبحث تبحث تبحث، غدوه نحكيو على قضيه العلماء ولا المفكرين ولا الدعاه اللي حرموا هذه عدل وعلى حرماها بسبب تقرير وبسبب امور ان شاء الله كي نقعدوا نديفلوبيوها. الوقت ما يكفيناش لانه الحصه كما قلت لكم معموله للتفاعل للناس باش تشارك، لكن انا حبيت داير نحيي هاد لي جون ونقول يعني للاعلام تاعنا للاسف الشديد يعني في هذه انا كما قال خونا ما قصدوهاش، خلاص نورمالمون تقولوا فشلت والناس يعني تمرمدت والناس تعذبت في العود تكون فرحه ولا تمرميده. على كل حال ربي يوفق، احنا ما نتفائلوش يعني شيء مش مليح، ولكن نقول ان شاء الله الامور تتحدل وتتصلح في القريب العاجل. ونرجعوا للمكالمه تاعنا، كليت شويه وقت معليش هدرت انا. صوت رابح من بريطانيا، السلام عليكم اخونا رابح، اهلا وسهلا. وعليكم السلام اخو لطفي، كيف راكم؟ لاباس؟ لاباس ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله.
قالوا في احنا انا كنشوف نسمع هذا الكلام هذا تاع الانجازات، واش من انجازات؟ واش من البنيان هذا اللي داروا تاع الباطيمات؟ الناس والله العظيم اللي يدخل يسكن يزيد يخسر 200 مليون باش يسكن. يروح روح شوف البنيان. انا واحد قصرت ما قلت له، قلت له شوف فرنسا كيفاش بنات الجزائر الاستعمار، قلت له ما قلت له هذا استعمار بصح شو واش قال لي؟ قال لي فرنسا بنات ليها، وحنا يا اخي كي نبنيو بلادنا نبنيوها لينا وعلى ما نبنيوهاش؟ صح احنا رانا نهدموها هي ماذا؟ تقول لي فرنسا بنات ليها ما قري هذاك الاستعمار بصح بناها رب وقلب. روح شوف الباطمه تاع فرنسا كان عندهم 100 سنه، كان عندهم 120 سنه مازالوا موقفين. صح ولا لا؟ لا نصي صح صح. روح شوف الباطمه تاعنا هذوم، هذوما اللي يبنوا في الباراتير لاسونسور ما تمشيش، واحد عطاو له في في في, في الكازي ايطاج ولا في الدوز ايطاج، كيف كيف لاسونسور ما تمشيش ويكون واحد المريض كيفاش يطلعوه؟ والله العظيم ويقول لك الرئيس دار انجازات، واش انجازات؟ وهذوما تاع الديال هذه اللي فتحوها، زادوا فتحوا بيبان الرشوه باش يقول لك باش يديروا ليزانترميديال يتقدموا مع الناس وباش اسمع يا خوش بيت بوسي. شوف انا والله يا روتي والله والله غير حبت في الطياره تلاقيت مع واحد كان قاعد قدامي كنت حاط الجناح هذه عندها 10 سنين. قال لي قال لي انا خدمت في الديال وانا نعرف هذاك السيد هذاك. قال لي انا خدمت في الديريكسيون وكذا. قلت له مليح وكذا. قال لي قال لي انت درت بوسي؟ قلت انا ما درتش دوسي يا اخو، انا في الديال انا ما درتش، انا باش نتبعوا بركه. لا قال لي لو كان جيت ليا ماشي مشكل. قال لي جوز قال لي تعطينا 10 ولا 20 نفري. قال لي ماشي مشكل. قلت له كيفاش 10 ولا 20 تسمى تنحي ناس واحد اخرين؟ قال لي قال لي قال لي نحيو. قلت انا ما نقدرش ندير هذه. قلت انا هذه انا ما نديرهاش والله العظيم غير حلوا بيبان تاع الرشوه. وانا نقول شعب الجزائر صبروا كاش ما ربي ان شاء الله يفتح عليكم ان شاء الله. وزيدوا قضيه تاع 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 الانجازات وتاع اردوغان. انا باش نرجع على هذا على هذاك هذاك اللي هضر معك مع اللي قال لك انت يا تهضر اردوغان نحى الطغاة تاع العسكر جنرالات اللي كانوا متربين على تركيا كانوا دايرين ربوبها نحو اربكان نحو اللي يهضر. جاء اردوغان طوحهم حبطهم للارض وبنى بلاده. ماذا بك يا خويا لطفي دير لنا دير له الغنيه تاع صالح سعداوي الله يرحمه تاع حكم العسكر. وين كان حكم العسكر؟ كان الفساد والمنكر. بارك الله فيك خويا رابح، ربي يسترك سي رابح، شكرا لك. نعم داير حتى المغتربين عندهم دروا في هذا عادل جو بونس باش يديوهم تانا ويماركيو روحهم. ام مريم من سطيف، السلام عليكم ام مريم، مرحبا بك. نعرف تسمعنا ولا لا؟ الواتساب. الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، مرحبا بك، ان شاء الله تكوني بخير. أهلا الو السلام سهلا. عليكم الاخ لطفي. عليكم السلام ورحمه الله. واش هاك الاخ لطفي لاباس؟ لاباس ربي يسترك، ان شاء الله تكوني بخير، تفضلي. الحمد لله. الاخ لطفي بارك الله، حبيت نقول لك احنا عندنا علماء ولا ما عندناش؟ اكيد بيان سور عندنا. قلت لك احنا عندنا علماء ولا ما عندناش؟ عندنا. اها بس حلو كان نجيو نديرو مقارنه بيننا وبين الترك. المساحه تاعنا اكبر من مساحتهم والثروه تاعنا اكبر من ثروتهم. بصحيتك المشكل الخلل وراه هنايا. انا وميش ضد تبون، تبون حاشاه، انا مش ضد تبون ولا ضد اي دوله عندها الجيش تاعها واي دوله عندها رئيسها. بصح حنايا المشكل وراه راه في الاحزاب السياسيه، المشكل هنا راه في الحكومه تاعو. الحكومه تاعو مش قاعده تخدم في خدمتها. حنا وعندنا نخبه، حنا وعندنا علماء وما شاء الله وقادرين يخدموا بنادم يحطوه يصوروه. بصحيتك حنايا بصحيتك حنا الله غالب، حنا النخبه تاعنا مش قاعدين يوفروا لهم هنا واش يحتاجوا، على بها قاعدين يروحوا للخارج، على بها قاعدين يروحوا للخارج. بالنسبه للتسجيل في عدل نورمالمون من المفروض نسجلوا بالوثائق ورقيه، الله غالب حنا الانترنت تاعنا ضعيفه. هذه هي، احنا الانترنت تاعنا ضعيفه سكي في واللي يديروا لنا بالوثائق وتربح هكذا يفكوا عليهم السوق. لا غالب شافوا السيت ما نجحش يديروا بالوثائق. صح ولا لا؟ يمكن يمكن وي يمكن، ولكن يديروها بالعقل ماشي على ضربه واحده. حنايا الاقتصاد، حنا
الثروات تاعنا، اي خي اي اي معبش ابسط حاجه هي الصحراء، اي الصحراء حنا تاعنا، اي ما شاء الله، اي برابور كتشوفوا حنا صحراء الامارات وين اللي خير؟ حنا علاش حنا عندنا الثروات اللي عند الامارات، الامارات خير منا، الامارات خير منا، خطاكش هذاك من كبيرهم لصغيرهم يخدم. اي حنا الصحراء تاعنا، الصحراء تاعنا يوالو اي والو وي مهمش اي هكذاك غير سخانه فيها هذا مكان. بصح شوف الامارات الله يبارك كيف راهي، الصحراء تاعهم والصحراء تاعنا وحكم. شكرا لك، نقول لك ربي ربي يجيب الخير ان شاء الله للبلاد هذه، ربي يحفظك. شكرا لك، شكرا لك. تنأكد واش مع السيت او ابسط الامور او حاجه سهله خلاص، ما فهمتش علاه بقت حاجة بسيطة بسيطة يعني. دركا في الليسي عادوا يتعلموا كيف يديروا سيت، في الليسي يقراوا كيف يديروا سيت، حاجة بسيطة لكن ما فهمناش. سي نبيل من اسبانيا، هنا نبيل. الله على سي لطفي، واش شوية راني 25. أهلا وسهلا خونا نبيل، مرحبا بك. 25 دقيقة وأنا نسمع في الحصة في التليفون، وذني سخن، وذني سخن. نبيل لا والسيت بلوكا يا نبيل خويا، خاطي حنا والسيت تعطيني الوقت زي ما عطيتيه للبلاد كندورها بن عميس لطفي، اي عطيني شي وقت خلينا نهضر ليك شويه علميه، ندرسوا علميه. شوف لطفي، هاي ندرسوا هذه واش جاري في الجزائر وجاري في تركيا ونجاوب على المتدخلين علميا. شوف علميا لطفي، شوف لطفي، كل شعب لازم تدرس التركيبه البشريه تاعو الدوله، فهمني التركيبه البشريه فين يمني، لازم تدرس الموقع الجغرافي تاعو وين متموقع، مش تقول انا نطلع ساتيليت ولا لا، وشوف هذاك الشعب الاخر مع من متحالف والقوى اللي قاعد معاه. بار اكزومبل تركيا راهي حلف الناطو، فهمني وفهمها انت حلف الناطو واش معناته، يعني عنده يعطاها شوي ساعه ساعه يطيشوا لها شوي لا تكنولوجي، مي تمشي مع لا بوليتيك تاعهم لو موند اوكسيدونتال، فهمني. مي احنا لو موند اوكسيدونتال من بكري خلاه تاريخيا هو مبازي على العرب، خاطرش كاين ثلاثه انواع من الحضارات، كاين الحضاره المنسيه وكان حضاره قاعده تشكل خطر على الموند اوكسيدونتال في الحضاره الاسلاميه العربيه، وكان حضاره اخرى هو اللي ديفلوباهم خلاها تمشي، جابون ولا الصين خليهم يمشوا، اخترا هو اللي حكم التراكتور هو اللي قاعد يمشي نصحهم موراه. بار اكزومبل لي زوزين تاع لي ايتازوني امريكا كلها في لاشين، ابل وهذه كلها في لاشين، مايكروسوفت مي نقولوا احنا الراس راهو في امريكا، الكابيتاليزم تم. مي احنا لو موند عرب هذا تحكيليش على لي زيماراتي، هذه مدام اللي قالت لي زيماراتي، لا لي زيماراتي هذوك راهم داير واحد لي كونفونسيون مع لي زايونيست، هما اعداء الامه من الاخر، غير وشي احنا ما نقطعوش فيهم ربي سهل. لا نحكيك على لي مغربا والمويان ريون هذوما الناس اللي عندهم مثل عندهم النزعه هذيك، ما تحكيليش على القاده، نحكيك على الشعوب، هما راهم يدرسوا في المعاهد تاعهم يدرسوا الشعوب ما يدرسوش القاده، القاده راهم خضره فوق الشيء. ونرجع لإله الله محمد رسول الله، نرجع لك الاستين يقول احنا عندنا علماء ومدري وشية ونهوما، نو مسيو نو، نعطيك مثال واحد عالم زي ما العثيمين يقول لك لا خروج على الحاكم ولو زنا و و و، هذا مش عالم، هذا انا بارابار لي انا مش عالم، خاطرش حنا في الدار، حنا في الدار يقول لك من الشعب الى الشعب في الدستور، ومن بعد يقول لك الاسلام دين الدولة، راهو يدخلك في بعضاك، راهو من الشعب الى الشعب، صافي يدير الشعب هو مصدر التشريع، وفي الاسلام مصدر التشريع هو القران. فهمني احنا لازم نحترموا الناس في الجزائر، الناس اللائكيين هذوك اللي ما يمشوا بربي لازم نحترموه، فهمني كتشوف واحد لائكي فاطر رمضان تحترمه، انني مسلم بصح وقال لك من الشعب الى الشعب. معايا لطفي ولا لا؟ شوف راني معاك، فهمتك اخويا، لازم نحترموا الناس. وعلاه احنا ما نقدوش نديفلوبو الافكار تاعنا؟ راهي الناس تخاف من الناس اللي يجيب الافكار الجديده. شكرا يا خويا نبيل، مع احتراماتنا لابن العثيمين يعني والعلماء تاعنا وللناس اللي تبعوهم، على كل حال هذا راي خونا نبيل اللي نشكره على المداخله تاعو. عبد القادر من وهران، السلام عليكم سي عبد القادر. الو، سامعكم استاذ لطفي. اهلا وسهلا ومرحبا بك. المساله ليست للرئيس، بل الشعب كان ذكي عندما واجه الانقلاب وحافظ على الشرعيه، على شرعيته. لهذا يظهر ما بين الفرق بين الحكم في مصر والحكم في تركيا. لماذا فشل الانقلاب في تركيا ونجح في مصر ودائما ينجح في هذه الدول؟
لأن آلية الانقلاب تعمل على أن الكل مستهدف، مثل الجزائر كل 30 سنة تأتي آلة حصاد الأجيال عندما يتفطن الشعب للحرية، يتطلع للحرية تأتي آلة الانقلاب. لهذا النظام بعد أن خسر معركته السياسية مع الشعب بانتخابات مزورة في 12 2019، والدستور يريد غير خطته وحولها إلى عسكرية، يريد عسكرة الصراع داخليا، يريد أن تكون مؤسسات الدولة في مواجهة نضال غضب الشعب ليحرق الملفات وآثار مسرح الجريمة. النظام أصبح يدرك أن الجزائر خطر على مصالح الشخصية، لا يريد من تجربة إسقاط بوتفليقة أن تتكرر، والسلطة الحالية تريد أن يكون التصادم بين مؤسسة الجيش والشعب، ليقع الاحتكاك والتصادم ليطفي شرعية الانقلاب كما فعلها دائما بحالة الطوارئ لكي يحضر العنف. النظام يريد أن يحضر العنف. الحراك الشعبي خرج بالسلمية والاستقلال. أكتسمح فيها لطفي؟ نعم أكتسمح فيها. نعم الاستقلال المزعوم، خليني أكمل. أكتسمح فيها لطفي؟ نعم الاستقلال أو تقرير المصير الجزائريين صوت عليه الفرنسيين في 8 يناير 1961 عندما وضعت الحكومة المؤقتة السلطات الفرنسية وضعتها أمام الأمر الواقع، وعند التفاوض انفردت فرنسا بوقف إطلاق النار، لكنها نسيت ملف الصحراء، كانت تتلاعب في المفاوضات. اليوم هذه الأحزاب تتلاعب بمصير الشعب لأنها لا تريد أن تخرج لنا ملفات، ملف 1500 مليار، وملف الأموال المنهوبة والعشرية السوداء والمعتقلين. هذا يعني أن هذه الأحزاب قطعت يا أخي عبد القادر، كي وصلت للأحزاب. شكرا لك. محمد من تيارت، السلام عليكم. طولنا عليه محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا محمد، مرحبا بك. اسمح لنا طولنا شويه، تفضل. ركعة مباشرة. الحمد لله. لطفي كي داير حالك؟ كي راكو في فرنسا مليحه شويه؟ والله الحمد لله، طلعش اليمين المتطرف رانا الحمد لله محمد. وانتم واش راكم مع الماء يا خويا محمد؟ وصلت تدريجلات الامور؟ واش وين وسط الحاله؟ ما نسمع فيك. قلت لك وين وصلت الحكاية تاع الماء؟ الحكاية تاع الماء رانا في التقشف. وش من تقشف أكثر من هذا سي محمد خوي؟ تقشف الماء، تقشف الحليب، تقشف اللحم، تقشف تقشف الهواء. لقتنا في غير بشوية. هي بورتو عندكم والي مليح اخويا محمد، هذاك ينزل ويتبع العظيم. لا كل شيء تقشف تسمى دمنا. حتى في الانترنت تقشف بالسيف ما تفوت. انا حطيت رجلي والمشكل، الرئيس قال لهم اعطاهم سمانه وقال لهم رجلي والمشكل تاع الماء، ما نعرف رجله ولا لا. لا خبر على تيارتي يا خالد، لا خبر، ما كان اي قناه تنقل. حتى قال واش هم فرحانين ولباو، ما كانش لا فرحانين كما قال خونا محمد. ما تقشف ما عم بناش واش صاير في تيارت. لا خبر، ان شاء الله غير الخير يا خوتي. معليش ان شاء الله غير الخير، كما يقولوا الغايب في حكم الله. ان شاء الله خوتنا غير الخير. نديروا شويه موضوع اخويا المخرج، ما دام فرينيت شويه نروحوا شويه مواضيع، نحكي شويه الانتخابات. طيب اعطينا شويه اخبار على الانتخابات، تفضل.
34 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر الداخل سحبوا رسميا استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية بعد مرور شهر كامل من إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي فتح باب التقدم أمام الطامحين لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي والتنافس على تولي أعلى منصب بالجمهورية الجزائرية، وخاصة أن هناك عزوف يعني باش تجيب المواطن ويحبط معاك ويروح البلدية ويسيني، هذا راه يجيه صعيبة بزاف. حنا نأمل يعني ومازلنا 10 أيام ورانا نافونسي ورانا في الولاية، يعني الطاقم تاعنا راه يشغل وراه يخدم، إن شاء الله نلحقوا، إن شاء الله نكونوا في الموعد وحنا متفاعلين. وأنا نقول أنه السياسة شغلها ماتش دو فوتبول، يعني على دانيال مينيت أون بو ماركي البوت، على دانيال سكوند. سيبري يا خال سورتو في الجزائر، يعني مش غير ماتش تاع فوتبول. اولا لازم نذكروا باللي سيبري كان 34 واحد سحب الاستمارات، ويقولوا يا خوتي ماك تعرفوا احنا في الجزائر ديما هذيك سياستي يوم يقولوا باللي تبون هو الرقم 35، يقولوا باللي اليوم بات بعض الصور تخرج باللي راهو جبد الاستمارات، يعني بالدرجه تشوف يعني شغل رانا في هذا الكل باش يروح يسنيوهم الناس ولا يسنيوهم يعني المنتخبين باش يقدم الملف تاعو باش يترشح، باسكو هو تانا اللي توني باش يوفر الشروط وكذا. دونك احنا من بعد نعرفوا اسكو جبد ولا لا. الحاجه الغريبه تانا انه تسمك شغل مازال ما ترشحش، بصح الاحزاب كل يعني راهي مسانده الترشح تاعو اللي اصلا مازال ما ترشحش فيه. الاحزاب تقول باللي ما لموش كاين عزوف، يعني الناس باش يروح معاك لاميري ويسني ويعمر كما إلي با موتيفي. دوك نشوفوا سي تبون غدوة الجزائر كاملة تسني إن شاء الله. أون توكا مازالوا لهم 10 أيام باسكو بعد ديجور فضت، اللي ما لمش بعد ديجور تما ما كانش الترشح تاعو. لحد الآن كان غير زوج الله أعلم لافافاس، وكاين الله أعلم قول معايا الله أعلم حمس، يعني الله أعلم حركة مجتمع السلم اللي يقولوا باللي ربما هما في زوج اللي رقدوا وش اسمها زوبي تعسل، ما نظنش انها لمت. مام وش اسمها لويزا حنون أبارامون هي تانا عندها عراقيل. دونك فوالا، دونك الدعوة راهي ماشية حسب ما يقولوا، والناس راهي متحمسة ولا كاين عزوف. نزيدوا نشوفوا تحمس مادام لم يا خاتي وبدا يعرض في البرنامج تاعو. تفضل خويا المخرج. اخترنا برنامج يقوم على 5 أولويات و5 مرتكزات ومحاور، برنامج فيه 62 تعهد. فوالا يا خوتي برنامج تاعو فيه 62 تعهد، وكشفتوا الناس يسلموا عليه فرحانين انه ترشح وانه يعني راح يدخل غمار ويعني يدخل المسابقة. اكيد راح هو وتلاقى مع تبون اكيد راح يديروا كيما مالفين هذاك لو ديبا كيما يديروه الناس كله، اكيد انه فوالا. اون توكا الشيء الغريب انه الناس الاخرين ما سمعناش عليهم خبر. السيده نغزة كيف اللي ترشحت ما عبناش اسكو لمت ولا لا، نديروا مقطع من الانترفيو تاعها ونشبوا نسمعوا النصيحه اللي مدتها للشعب الجزائري. تفضل خويا المخرج. الرساله نوجهها لكل الجزائر والشعب، نقول لهم اختاروا الرئيس اللي تحبوه انتوما ماشي اللي يحبوه هما. الرئيس اللي غدوه يكون معكم في الميدان، اللي يسمع المشاكل تاعكم، اللي ياخذ قرارات في الميدان، ماشي اللي يكذبوا يجيو ناس يكذبوا عليه ويوري له الا الجنه والشعب في النار. انا نقول للشعب الجزائري اول مره اختاروا الرئيس اللي تختاروه انتوما. نصيحه مهمه على الاقل اول مره، حاوس يقول المره اللي فاتت يعني ما كانتش اول مره، ما كانتش خلاص مره محسوبه اصلا. دونك هي تقول على الاقل انتخبوا الرئيس اللي انتم تخيروه ماشي اللي هما يخيروه. دونك هذه شره كبيره على اساس انه الرئيس يعني تاع دركا حسمه تقول هي، والحسمه فهمنا من وش قالت هي انه خيروه، وهذا يعني العديد من الناس يمنوا به، بينما ناس اخرين يظنوا انه لا الشعب هو اللي خيره. دونك فكرتها خيروا لاول مره على الاقل الرئيس اللي تخيروه، بينما سي بن قرينا بعد 30 سنة من الخبرة قلنا أعطانا من درك الريزولتا، قلنا متكسروا راسكم لا تخيروا لا ما تخيروش. سيد صايل دعوة مفصولة، نسمع وش قال على المترشح القادم. تفضل. سجل علي من الآن بأن المواطن عبد المجيد تبون سوف يفوز بيزيد أو يقل عن 90%.
90% إيه عن 90% يزيد أو يقل بالضربة القاضية. إيه نعم ننتظر يعني كم منافس ينافسه. لحد الآن سمعنا على اثنين كملوا جمعوا الاستمارات. يوم اللي يكملوا نعطيك بالضبط هل أكثر من 90 ولا أقل من 90. يوم اللي يعني الأستاذ شرفي عن قائمة بناء على قراءة تجربتي لأنني منذ حوالي 30 سنة وأنا أخوض غمار الانتخابات سواء أثناء الحزب الواحد وأنا أقيمه وبعد شفتوا يا خوتي قلكم باللي تبون راح يجيبها 90% ما صاي ما بقى شبقى مبروك وده مازال ما ترشحش ومازال ما جبدش الاستمارات. هذا صعب هذا لازم يدخل في جينيس يدخل هذا تسمى ما نبوت فليقة ما يبانش بعد 90% قلك راح يجيبها على 90% وهذا حسب الخبرة تاعو 30 سنة. يعجبوني ناس كيما هادم عندهم خبرة في البرامج وفي التحزب بصح فينا المفض كارير تاعو انه ما يترشحش وما عندوش برنامج يدافع عليه وما عنده والو جاب غير دي برونوستيك. يعني شغل الانسان يقرا وبالقرايه هذيك يبطل يقول لك راني نخرج ندي من حاله البطاله. يعني مش راح تخدم بقرايتك مش راح تدير برنامج مش راح تتنافس على السلطه مش راح تتنافس على تطبيق برنامجك وتدافع على المناضلين اللي مشاو معك 30 سنة. لا 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 احنا تبعونا برك خاوة السيد مدي 90 ما عندنا اوكين شانس نمشيو معاه برك. هذه عقليته. دونك فرق بين ما تقوله المرأة بين قوسين نغزة وتقول يا الشعب اختار انت وليو يخليوك يعني وهما يختاروه وفرق بين واحد يقول لك يا اخويا سلم برك سلمين مكتفين يا اخويا السيد ماشي 90% هبط راسك ومشي. On se demande شكون عاشكون المرأة شكون يعني فوالا كل احترام. نروح واخويا المخرج نواصلوا للمكالمات بعد جست هاد الريبريك صغيرة بركة تاع البوليتي. كمال من رويبا السلام عليكم سي كمال. اخويا كمال من رويبا مرحبا. حبيت نهضر غير على لي زيليكسيون. مبروك علينا الرئيس الجديد راه قلت بلي تبون صاي 90% راه جابها 90% اخويا كمال بقيت غير انت ما فوتيتش كمال نقفلو 100% جوستومون. انا ما عباليش اذا كنت راقد واقيله ولا ما عباليش واش كنت ما سمعتش. المفيد انا نظن بلي هذه غلطه الشعب لانه ما ندمجوش في الأعمال السياسية من البكري. اللي تقول له ادخل في السياسة مثلا خرج من اليونيفرسيتي ولا قرا يعني لابوليتيك ولا يقول لك أنا ما ندخلش مع الحزب الفلاني ما ندخلش مع الجوفرنمون خاطرش كذا وكذا. يا أخي الحل الوحيد في الجزائر لازم نزحموهم لازم ما عندناش حاجة واحدة أخرى نزاحموا في الجيش ونزاحموا في لابوليس ونزاحموا في السياسة وندخلوا في وسطهم. ما عليش نحي لحيتي وندخل في وسطهم نقضي صوالحي بصح وشنو لازم نفهموا باللي حاجة ما نتكلوش على هذه الحكومة. زوج هدرة ثلاثة الحكومة دارت لنا انسوا الحكومة انسوها خلاص. احنا رانا شعب دوكاتيك رانا طاقينا كيك باش هكذاك. هيا ننظموا رواحنا وندخلوا ندمجوا في السياسه ندخلوا في 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 في, 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 في كلش يعني في الادوان في لابوليس. هذه هي الطريقه الوحيده اللي باش نزحموهم ونبداو يعني نصلحوا غير بالعقل ونخرجوهم. انا نظن والله اعلم. والسلام عليكم. وعليكم السلام. مهم روح فوطي بركه كمال خلي نكملوا 100% يرحم والديك ما بقاش بزاف يعني خلينا نقفلها ندخل التاريخ. سي كمال خونا اسكندر من عنابة كنا نسمع فيك قبيلة اسكندر تفضل. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل اخونا اسكندر. هو صوت مش نسمع فيك مليح على غالب معليش. المهم نهضر برك انا نحب نتناقش معاك نهضر نسمعك وتسمعني بس على غالب اليوم الريزو تتبون دار لنا مشكلة كيما سمعتي وش حنقول لك لطفيك معي. نعم هلا لطفي شنو نقول لك بقيله اللي سخسه برك بقيله المره اللي سخسات مسكينه على العفو الرئاسي تاع الكذب هذاك حبيت نوضح لها برك تسمى وش نقولها باللي كشغل وش دار العفو الرئاسي هذا الناس مش فهماته.
الرقم هذاك الرقم اللي محطوط تاع 9837 محبوس اقسم بالله ما كاينه منها. شتي كذب في الكذب صدقني كنت شفت تلقى منبا 1000 منبا. شو كيما كاين حكايه البطاله حكاية البطالة بالفم برك بعد هيك تظهر 200 شرط بعد هيك ما كان عندها تمام. شو العفو الرئاسي هذا مش محطوط هذا محطوط وش استفادة المحبوسين المتحصلين على البيام والمتحصلين على الباك والمتحصلين على التكوين المهني والمتخرجين من الجميع وهم في الحبس ما كيف ما برك سمعت زي ما هو دمكم عندهم شروط الجرائم كيما نقولوا الجرائم مش الجرائم استثناء الجرائم دم باللي ما تقيسهمش لاكراس هذه قد لاكراس هذه اللي بقات له 3 سنين ينحيوا له عام برك فهمتي ولا عامين. واستثناء الجرائم مش جرائم كل كاين غير يا ربي جريمه زون الاخرين كل ممنوع. وش يوم الممنوع شوف يستثني الاشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعيه اشرار الناس كل بجمعيه اشرار في الجزائر والسرقه موصوفة والسرقات بالمقترنة بالعنف والتهديد المسبوق قضائيا وسيمة قيسوش ولو هذا الباك المحكوم عليهم في نهائيا في باقي الجناح السرقة السرقة وسيمة قيسوش حاجة بسيطة تزوير النقود جرائم التمييز وخطاب الكراهية سمعت زي ما هذا وسيمة قيسوش الاحتقار جريمة المضاربة الغير مشروعة في السلع شي المضاربة الغير مشروعة اللي درها تبون في السلع هذيك كل هذوك وما تقيسوش استثناء ممنوع عليهم العفو كيف كيف يستثني قال لك المحكوم بجرائم الإرهاب وجرائم القتل وجرائم الهروب والهروب وجرائم التجسس والمؤامرة ضد الدولة حكايات كبيرة خلاص 200 أفير كشغل استثناء معناها هذا الدم كل ما تقسمش وعصابات الأحياء والاعتداء على الموظفين الاعتداء على الموظفين وسي في محل العمل الذي يسي ما تقسمش معناها 200 تهمة و200 جريمة ما تقسمش فهمتي بالفم برك على العفو الرئاسي 8000 المسجون بس حفيل أمر ويا يا ربي قلت لي داو الباك والبيام والتكوين المهني وتخرجوا ودم نسبة قليلة أخلاه ولازم يكونش مسبوق قضائيا برك. وأما البقية كل بجونب الجرائم وكل أعطيتهم لك دم ولو جريمة سرقة ممنوع تقيسها ما دم أخلاه سمعتي كل شيء كذب في الكذب هذه مش نقول لك وسي لطفي شكرا اسكندر كما قلت لك شكرا يا اسكندر خويا ان شاء الله تكون السيده ديك استفادت وربما تعرف ببري ولدها في كل كاتيجوري. محمد من المانيا السلام عليكم يا سي محمد. السلام عليكم يا سي لطفي مانيش مامن باللي حكمتك مرحبا مرحبا مرحبا. اسمع سي لطفي انا اللي كتبت لك اختراع السابينغ ما لازمش دير نيمبورت كوا بار اكزومبل كي توري هذوك الحراقه ولا توري هذوك اللي يغنوا الراي ويغنوا دي شونسون هكذاك ولا هذاك اللي يهضر نيمبورت كوا على بالك انت انسان مثقف لازم الحصه تكون فيها ثقافه فيها مستوى. اسمح لي راني غال اسمح اسمح سي محمد بارك الله فيك. وثاني حبيت نهضر في الجزائر كاين حاجة ما فهمتهاش أنا علاش ما يديروش ريسيكلاج بيس كاين شوماج نورمال مو هذوك لي ملياردير لي بريفي يديروا دي ماشين ويديروا يسورتيو بلاستيك وحده الكاغط وحده ميم با اون اني راجلي تولي نظيفة كيما لوروب شي حاجة صعيبة. وي ملاح فكرة سي محمد لازم توعية في بجاية واحد البريفي دارها بجاية نظيفة رحت ديرنيرمون في رمضان ابري رمضان ولا افون رحت لتيكزيرت يبا خلعت دخلت القهوة واش ملي طابل واش ملي طاس واش تواليت حاشاك طري بروبر الظرافة بعد كان صاحبي عايش في باري قلت له ناصر وشنو راني علاش لي زوتر فيل سون با كوم سا قال لي لا قال لي باسكو دوك ما كاش الناس وما كاش لي توريست دوك تجي تصيفط عاود تخمات كيف قلت له سمع حنا اللي خامجين ماشي تدير بون انا جو با دير كو شيت الغوفرنمون لا بصح حنا دائما نتهموا البلديه باغ اكزومبل انا وين سكون الكاميون تاع البلديه يفوت شاك سومان يفوت دو فوا بصح الناس ترمي في الطريق بار اكزومبل واحد يشري حتى في المقابر تدي قرعه ما بار اكزومبل صح تمشيها معاك علاش وكاين طيشها صح يحطوها تما فوق القبر مثلا صح صافي دير
يعني احنا ثقافه النظافه سيفيزم سورتو بار اكزومبل هذه تاع اللي عندهم مثلا لا ميكسيون دونك شنو لا ميكسيون اللي ما يشدش تيار الماء الوقت محمد شكرا لك احكي على الكومبورتمون وعلى السيفيزم سي محمد ربي يحفظك شكرا لك سي محمد واحد اخر من لندن السلام عليكم سي محمد اهلا وسهلا السلام عليكم خويا لطفي واش راك خويا لاباس بخير لاباس الله يسترك يا سي محمد مرحبا بك اولا يا خويا كما نقولوا مبروك التبون على 99.99 هم ناقصنا واحد اخويا محمد كندير الهده برك ناقصنا 100 ما طحليش الوقت لاك راح نكملها له عبالك العيب العيب في هذه البلاد هذه العيب وراه شو اللي يعلم الغيب الا الله عز وجل متفاهمين فيها صح بس حد حزب اسلامي يا سي محمد ما يعرف بالك الله فيك ولكن في الجزائر اسمح لي نقول لك بلي كاع نعلموا الغيب في الجزائر كما كنا نقولوا بوتفليقه حيديها داها زدنا قلنا حيديها داها زدنا قلنا حيديها داها زاد تبون على بنا حيديها وداها دوك نعلموا الغيب في الجزائر غير الجزائر تقدر تعلم الغيب حاجه اخرى ما تقدرش صح في الجزائر تعلم باسكو نكذب عليك ما كاش زعما كيما نقولوا حاجه جات راسي وما صراتش إيه قلت هذا حيخسر خسر قلت هذا حيربح شو سهله ما تحتاج زعما بليش انا تخمم ما والو باينه خلاص دوك تبوني كمل بعد لي موراه باين شكون ويا رايحه ومن بعد الحل ما كاش كيما هضر خونا ملي قبل هذا اللي هضر لك قال لك الحل في الشعب لازم يخرج ولازم يدي بون ماشي يخرج للاخر يخرج تما يزاحم الدوله ويزاحم وكذا هي صح بصح والله يا اخويا الله تعالى نروح الجزائر سون بيتي لا الشعب هذاك مغلوب على امره ومام طون الدوله عرفت كيفاش تستغله شراتو سورتو جينيراسيون جديده شراتهم بلونساج اللي تسلو دراك واحد حاكم عليه عفسه تما تزلق تجيب لك الدوسي تاعك ومن بعد انت تدخل في الصف اوتوماتيك تدخل في الصف تدخل كيف انت تجي عندك 5 جيجمات واش راح نكمل عليك لا خلاص يا عمي تبو صيب وانت يا واش انت نسالو لك ما رجعتناش بلونساج وانت واش انت دير طوموبيلات كريدي ما رجعش دراهم شغل حاكم عليهم كاع لي زافير واللي ماشي حاكم عليهم لي زافير دخلتهم الحبس تما هما ما قدرت لهمش تما بون الحبس بهادو خليهم يدوروا باسكو راني نضمنهم سي بوان سا هما باريس شكون كان يقول مثلا باليش سعيد ويحيى اللي كان يقولهم تدخل كامل في التلفزيون لا يدخل شكون كان يقول كملوا به تدخل عادي كملت بيك انا خلاص واش ندير خلاص الحلقه تاع خلاص الحلقه الاخيره في القصه تاع الجزائر هذه سي بوان سا تدخل حبي يقول شغل عندهم ما تقلقش كاع روح حتى في البالون كيف يتشوف مين تحب يجوك مين تحب شافوك تحب بارون جابوا لك كوب دافريك حبيت تشوف هذا نجيب لك هاي واش راك حاب راك حاب لي فيلم غدوه نديروا لك معرض سينمائي نجيبوا لك الكور نجيبوا لك كذا نجيبوا كذا كيما تحب كاع السياحه الكون دوك الشعب زعما يبدا ينترفوني انت السياحه يدخلوها له سياحه هاك بدات تخدم على الكور وبدات كيما خواتنا توانسه ومغاربه تبدا تفلسف تبدا مزيان الحمد لله رب العالمين عندنا الثقافه ديال السياحه على كلها جات سواسوا صراحه جات سواسوا ما لو كان جات السياحة كما صارت قصة نهار بوتليقة حكما جاب دار أكبر هذاك من فيستيفال اللي جابوا ما حكما هكذاك جابوا العالم قاع جابوا البريسيليان جابوا الناس ما عندهاش تاكل من زبنتا دير لي فيستيفال تعيش حال من المليار وكذا ذاك هو راح خلاص ما عارفوا ما قدروا نقولوا ولكن اللي قبلوا راهم يواصلوا في المهمة حرق برد دام كاين حرق برد كل شيء شكرا خويا محمد ربي يسترك ونزيدو ابو صهيب بالك نخدمو بابو صهيب السلام عليكم يا ابو صهيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحيه مفعمه بالاباء والشموخ الى كل حر وحره يحملون بداخلهم حب الجزائر حب هذه الارض الطيبه الولاذه التي لا تعقر والتي هي عاصيه عن المؤامرات والدسائس وغيرها من تلك الأشياء التي لا تنطلي على كل حر وحرة. نعم شيخ علي بالحاج تحية إليه ذلك المحاصر ابن الشهيد في جزائرهم التي يتغنون بها ولكن أم آمين التي سلحت والتي ضربت من أجل ابنها ومن أجل قضيتها كذلك هي النبراس. إذا نظرنا إلى ثلاثة محطات، المحطة الأولى ماذا استفدنا من الانتخابات؟
إذا قمنا بتقييم تاريخي منذ أن رفعت الرأية الجزائرية والشعب ينتخب وتعاقبت عدة حكومات وتعاقبت عدة كائنات أو بعض الوجوه، ماذا استفاد هذا الشعب؟ هل بقي الحال على حاله أو تغير؟ ولكن المحطة الثانية نقول إلى عراب الانتخاب هذا من جرينا، نقول له إذا أردت أن تنافس أشباهك وأصحابك على الانبطاح وعلى الاستكانة وعلى التملق والمداهنة، أعلم يقين ستنتهي هذه المهزلة ولا يكون لك نصيبا من هذا المجهود الذي أنت تبذله منذ ذلك اليوم. والمحطة الأخيرة بالنسبة للعلماء، يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: إذا رأيت العالم يجالس أو في عتبة الحاكم أو الأمير فاحذره فإنه لص. هذا عالم العلماء الفطاحل. العلم ليس المؤهلات العلمية وليس الإسقاطات النصوصية، لا، العلم يهتف بالعمل إن أجابه أو ارتحل، ومن تمام العلم استعماله ومن تمام العمل استقلاله. العالم هو الزبدة وهو ملح لهذه الأمة. العالم هو الذي يتخندق مع شعبه، العالم هو الذي يدود على مكتسبات الشعب، ليس العالم الذي يستدرج أو الذي يستدعى في مراقبة الأهلة، لا، العالم لابد أن يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم. العالم هو الذي يقول الحق لإرضاء المولى تبارك وتعالى. العالم هو الذي يقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا يغير لباسه ولا يغير نمط حياته من أجل لقمة أو من أجل إن صح التعبير ذويهمات، لأن العالم لابد أن يكون هو النبراس ويكون هو الذي إذا رأى منكر أن يغيره، لا ينتظر الإملاءات ولا ينتظر الأوامر ولا ينتظر شيء من ذلك. إحنا في الجزائر للأسف 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 ليس لدينا علماء، لأن العلماء ليس الذين يجتهدون في النصوص والذين يجتهدون في التصنيف والذين يجتهدون في الكتب، لا، العالم هو الذي يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، يقف مع المظلوم ويقف مع المرأة ويقف مع الصبي ويقف مع المكلوم ويقف مع الفقير ويقف مع الحق. هذا هو العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خونا صهيب، بارك الله فيك، يعني ختامها مسك، عطانا درس خونا صهيب ما معنى العالم. الله يحفظكم الحباب. دونك فوالا، اليوم كانت حصه شويه يعني ختامها كما قلنا مسك، وعرفنا على الاقل انه بالك تبون طالع ب 90%. عوجه ربي يا خالتي كملها ال 100 والله، خلي ندخلوا في التاريخ ان شاء الله. هما دخلوا بالاقمار الصناعيه وبالصواريخ، خلي ندخلوا احنا بال 100% ونقفلوها، نقفلوا الديمينو كما قال سي سلال الله يذكره بالخير. وان شاء الله ديسي لا غدوه بالك نعرفوا اذا كان تبون خرج يعني الاستمارات باش يعمرهم ولا لا، باش نعاونوا كمان شويه خالتي ولا لا، ما بالناش بالك يكون هو رقم 35، مازالوا 10 ايام وتختم ويقفلوا البيروات ويقفل السيت يا خالتي تاع الترشح. ديسي لا، اتمنى تكونوا بخير ونتلاقاو احنا غدوه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.